هدى انا هروح معاكي لحسن العيال متبهدله جوه. ماشي يا ابن حلال مصفي لسه جاي لك حاجه. دكتور طه اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. استاذه هدى مش كده؟ حضرتك تعرفني؟ ايه ده ما حكيتلهاش عني معقول ده كلام؟ استنيني في العربيه بعد اذنك وانا هحصلك. اهلا وسهلا اهلا بحضرتك. ايه يا دكتور؟ عرفت مكاني ازاي؟ تكنولوجيا عزيزي، الابلكيشن بتاعنا في خاصية تحديد أماكن. ده تجسس رسمي يعني مفيش أي خصوصية. لا إزاي؟ الخصوصية موجودة كل حاجة بس مش في الزمن ده. أنت مجنون ولا إيه؟ مش كان في بتاع شروط وأحكام كده وأنت مضيت عليها؟ وحد بيقرا يا دكتور. المهم يعني. وموضوع هدى برضه عرفته من برضه من الأبلكيشن يا عزيزي. اسمع بقى ده. مش عارف. هدى دي قصة حب جديدة ولا نواه؟ مش قادر أحدد. والكلام ده يعني هيفضل على الابلكيشن طول الوقت؟ في الحفظ والصون انت مستشفى خفيه ولا ايه؟ هنستفيد بيه علميا، هبشرح لك كل ده بعدين. المهم انا كان بس عندي فضول ان انا اشوف هدى ومش قادر اقول لك ان انا مش بحسدك يا ابن الذين. يعني حب قديم حب جديد زوجه مقطعه نفسها عليك، ايه ده؟ شيرين مقطعه نفسها عليا؟ ايوه امال ايه؟ لا طبعا مش ممكن اصدق. لا صدقني انا مش ممكن اكذب عليك، هشرح لك كل حاجه بس الحق بقى. أهم حاجة تثق فيا. إلى الأمام يا رومل. عاش عاش. واتش إت.